أطروحة جامعية أعدها الطالب نبيل هلال تحت إشراف فضيلة الدكتور سيدي محمد المصلح، وهي بعنوان اجتهادات المالكية في المالية التشاركية مسائل ونماذج، اللجنة العلمية التي ستتولى مناقشة هذه الأطروحة العلمية تتكون من الدكتور محمد المصلح مشرفا، الدكتورة نجاة المديوني مناقشة، الدكتور عبد الحميد مسرار مناقشا، وأخيرا الأستاذ محمد بن عمر رئيسا ومناقشا. قبل أن نشرع في المناقشة لهذه الأطروحة الجامعية، مباشرة أعطي الكلمة للطالب الباحث نبيل هلالي ليقدم تقريرا موجزا ومقتضبا جامعا لأهم محاور هذه الأطروحة، فله الكلمة مشكورا. وإن كان يقل مع جلال فضله حمد الحامدين، والشكر لله وإن كان يتضاءل مع فضله وآلائه شكر الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يقدم من يشاء بفضله ويؤخر من يشاء بعدله، ولا يعترض عليه ذو عقل بعقله، ولا يسأله مخلوق عن علة فعله. وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، آخر الأنبياء في الدنيا عصرا، وأشرفهم يوم القيامة منزلة وأعلاهم ذكرى، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسعيد بمثولي أمام هذه اللجنة العلمية الموقرة لمناقشة هذه الرسالة العلمية التي توجتها بعنوان اجتهادات المالكية في الماليات التشاركية مسائل ونماذج. ففي البداية أتوجه بخالص الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي الشيخ محمد المصلح على إشرافه وتأطيره لهذه الرسالة، وعلى ما أحاطني به من عطف الوالد ونصح المعلم، وما خصني به من علمه الجم وخلقه السمح منذ بدايات دراسات الجامعية، مرورا بسلك الماستر ثم في سلك الدكتوراة. كما أتوجه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأستاذة الكريمة نجاة المديوني التي شرفت بالتتلمذ على يدها في سنوات الماستر، وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيها الخير والبركة وأن يجعلها ذخرا لطلبة العلم. كما أتوجه بجزيل الشكر لأستاذي المفضل سيدي محمد بن عمر حفظه الله عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجازيه خير الجزاء على ما بذله من جهود في قراءة وفحص هذه الرسالة. كما لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر ووافر الامتنان لأستاذي الكريم سيدي عبد الحميد مسرار حفظه الله عز وجل، الذي لم يبخل علينا دائما في استشاراته ونصائحه، ولا سيما أننا تتلمذنا على يده في سلك الماستر، وقد استفدنا كثيرا من توجيهاته، لا سيما فيما يتعلق بموضوعات النظريات الفقهية وغيرها. ولا يفوتني أن أقدم عظيم الشكر لجميع أصدقاء الدراسة، وإن كانوا قد غابوا لا أدري لبعض الأسباب، نسأل الله عز وجل استر الجميل الجميع. وكما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لوالدتي حفظ الله عز وجل، وأن أجعل هذا أن جعل الله عز وجل هذا العمل في ميزان حسناتها وحسنات والدي عليه رحمة الله تعالى. كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى عمادة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة، عميدا وأساتذة وجميع العاملين فيها، وأخص بالذكر دوحة مجدها وواسطة عقدها شعبة الدراسات الإسلامية بجميع أطرها التربوية، وأخصها بجميل الثناء وافر العرفان لما يسرته وتيسره لنا دائما من توجيهات وإرشادات ومبادرات علمية ونفحات معرفية. كما أشكر الإخوة الحاضرين رغم قلتهم الأستاذ نعيم وغير ذلك. فالموضوع الذي شغلت به في هذه الدراسة تحت عنوان كما قلت هو اجتهادات المالكية في المالية التشاركية مسائل ونماذج، ولا يخفى على شريف علمكم أن الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية لا سيما تنزيلها في حياة الناس كفيل بتحقيق الأمن والسعادة في الحال والفوز في المآل. وقد ظهرت منذ السنوات القرن الماضي يعني مؤسسات مالية تعمل وفق الشريعة الإسلامية وتلتزم بأحكام الشرع الحنيف في العالم أجمع، وهي في الحقيقة لا تخرج عن ثلاث أو أربع
فروع كبرى وهي البنوك الإسلامية، مؤسسات تأمين تكافلي، الصكوك الإسلامية، منها صناديق الوقفية وغيرها من صناديق الحج وغيرها من العقود. وفي السنوات الأخيرة قد انخرط المغرب في هذا السياق، بحيث منح المقنن المغربي الاعتماد للعديد من المؤسسات لمزاولة المعاملات المالية المنضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وقد أطلق على هذه التجربة اسم المالية التشاركية، والتي في الحقيقة تمثل وجها من وجوه التطبيق العملي للإسلام في جانب المعاملات. إلا أن العلماء وهم يبحثون في تراثنا الفقهي عن المعاملات التي تستجيب للتطورات المعاصرة في هذا الباب وتواكب مختلف المستجدات، قد وجدوا إشكالات فقهية في العديد من المعاملات التي أرادوا التأصيل لها من أجل حكم مشروعيتها، أو في بعض العناصر المكونة لمعاملة ما للحكم بجوازها ومشروعيتها، فكانت تعرض هذه الإشكالات على العلماء الاجتهاد فيها، فكانوا ينقبون في الشريعة باختلاف مذهبها، فكانوا لا يجدون ضالتهم في الكثير من الأحيان إلا ضمن مفردات المذهب المالكي واجتهاداته وأصوله، إيمانا منهم بمرونة المذهب المالكي وقدرته على مواكبة المستجدات نظرا لما يتميز به من خصائص كما سيرد في كما ورد في هذه الدراسة. وعليه فإن المتأمل في تجربة المالية التشاركية بالمغرب والعقود التي تتعامل بها يجد أن العديد من هذه المعاملات والعقود والتكييفات الشرعية قد استفيدت وأجيزت بناء على ما هو مقرر في المذهب المالكي. لذلك يمكن اعتبار المذهب المالكي مستندا شرعيا ومعينا خصبا يمتح منه الفقهاء والمختصون في إيجاد المخارج الفقهية العديد من هذه الإشكالات والصعوبات التأصيلية لمختلف عقود المالية التشاركية. ذلك أن المعاملات المالية المعاصرة تعرف تطورا مستمرا ومعاملات متجددة تحتاج دائما إلى البحث والابتكار، الأمر الذي يقتضي تلمس مدى موافقة هذه المعاملات المتجددة لأحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال التوسل بأقوال الفقهاء واجتهاداتهم. وقد كان المذهب المالكي خير مسعف للعلماء وللباحثين لمسايرة هذه المعاملات المستحدثة نظرا لأصوله الاجتهادية وخصائصه التنزيلية ولرحابة أفق أئمته ولتردد اعتبار المصالح بين جنباته وارتكازه على دعائم اجتهادية كفلت له حيوية وسعة ومرونة. من هنا وبناء على ما تم إنجازه في هذا البحث يمكن القول بأن هذا الموضوع في الحقيقة يكتنز مادة خصبة ولا يزال ميدانا أنفا، ذلك أن الإحاطة بجميع المسائل التي تم الاستناد فيها على المذهب المالكي قد لا يتيسر استيعابها في هذا البحث. لذلك فقد تم الاقتصار على بعض المسائل التي تبين الباحث بأنها قيمنة بالدراسة لكونها كثيرة التداول في مؤسسات المالية التشاركية، والتي قد أثيرت حولها العديد من الشبه التي تخرم مصداقيتها الشرعية وأصالتها الفقهية. وقد جاءت هذه الدراسة لمعالجة إشكالية محورية تتمثل في الآتي: ما مدى إسهام الفقه المالكي في إنجاح المالية الإسلامية عموما والمالية التشاركية بالمغرب خصوصا؟ ويتفرع عن هذا الإشكال عدة أسئلة فرعية يمكن إجمالها في: ما هي أهم الاجتهادات المالكية في المالية التشاركية؟ وما هي الأصول المالكية المستند عليها في هذه الاجتهادات؟ وما الجهة الرقابية التي تشرف على تأصيل مسائل المالية التشاركية بالمغرب؟ وقد حاولت هذه الدراسة فك هذه الإشكالية من خلال تلمس إسهامات الفقه المالكي فروعا وأصولا في إنجاح المالية التشاركية بالمغرب، وذلك من خلال عرض بعض النماذج من اختيارات فقهاء المالكية والوقوف عند بعض مسائل المالية التشاركية التي استفيدت من الفقه المالكي والكشف عن دور هذا الأخير في تيسير معاملات المالية التشاركية بمكوناتها المختلفة وتذليل السبل للفقهاء من أجل الحكم بمشروعيتها وأصالتها. كما تسعى هذه الدراسة كذلك لإبراز قدرة الفقه المالكي على مواكبة مختلف الحوادث والمستجدات في هذا المجال ورد تلك الشبهات المتهافتة حول عدم قدرة الفقه الإسلامي على مواكبة مختلف المستجدات التي تطرأ في حياة الناس في مختلف الميادين. من هنا يمكن التأكيد بأن مسألة ربط الجسور بين الفقه الإسلامي والواقع هي مسألة في غاية الأهمية وتحتاج إلى إرادة قوية وتضافر للجهود من أجل تحقيقها، ولعل تجربة المالية التشاركية هي أولى الخطوات للعودة إلى رحاب الفقه الإسلامي للمدح من معانيه والاستفادة من كنوزه وبداية تنزيله في واقع الناس وتحكيمه في جميع شؤون حياتهم. وعليه فمن خلال إشكالية الدراسة يتبين بجلاء تام الأهمية الكبرى التي تبوأها مثل هذه الدراسات التي تحاول إبراز التكامل بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي والسعي لوضع شريعات منضبطة بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والتشوف للاحتكام إليها في حياة الناس وواقعهم.
وهذا ما تصبو إليه هذه الدراسة، وذلك من خلال إثارة بعض المسائل التي تبرز سعة الفقه المالكي وقدرته على استيعاب المستجدات المعاصرة في المالية الإسلامية من جهة، ثم التأكيد على مصداقية الشرعية لمنظومة المالية التشاركية واستنادها على اجتهادات المالكية المعتبرة في العديد من مسائلها وتفريعاتها من جهة أخرى. ولبلوغ هذا المسعى وفك هذه الإشكالية التي تأسست عليها هذه الدراسة، فقد وظفت في هذا العمل المنهج الوصفي، وذلك من خلال وصف العقود التي تم تناولها في هذه الدراسة والكشف عن حقيقتها وخطوات تنزيلها، ثم وصف المسألة المراد دراستها ضمن هذه العقود وصفا يجليها ويصورها بشكل أكثر وضوحا. كما توسلت بالمنهج الاستقرائي أيضا لبيان اختيارات المالكية في بعض مسائل المالية التشاركية ومحاولة استقراء أقوالهم في كل مسألة من تلك المسائل، ملتزما بحدود موضوعية لم أتجاوزها، ذلكم أنني حدثت من خلال عنوان الدراسة الذي توج به هذا العمل بأنه سيقتصر على تناول نماذج ومسائل في المالية التشاركية قد استفيدت من اختيارات فقهية وأصول اجتهادية في المذهب المالكي، الأمر الذي استدعى الالتزام بأقوال المالكية وأصولهم في كل مسألة تم إيرادها في هذه الدراسة، إذ اقتصرت على دراسة 4 مسائل في المالية التشاركية مبينا أصالتها في الفقه المالكي من جهة، ومؤكدا من جهة أخرى على ضول أصول الاجتهاد المالكي في تيسيرها والحكم بشروعيتها. وعليه فقد تم تقديم هذه الدراسة من خلال مقدمة ومدخل مفاهيمي ثم بابين متكافئين. ففي الباب الأول تناولت 4 مسائل أحسبها أحق بالدراسة والبيان لتداولها في مؤسسات المالية التشاركية وكثرة التعامل بها، بالإضافة لما أثير حولها من شبهات تخلو مصداقيتها الشرعية، فعالجت مسألة الوعد الملزم في كل من المرابحة والإجارة الأمر بشراء الإجارة المتهية بالتمليك في الفصل الأول، بحيث تم التعريف بكل من هذين العقدين وبيان حقيقتهما التطبيقية، ثم بيان مشروعيتهما وصور تطبيقهما في مؤسسات المالية الإسلامية، ثم الوقوف عند مسألة الوعد الملزم ببيان المقصود منها والتأكيد على مصداقيتها الشرعية ودورها في الحكم بجواز كل من بيع المرابحة الأمر بالشراء والإجارة المنتهية بالتمليك، مع التأكيد على دور الفقه المالكي في التأصيل هذه المسألة، ثم التعريج على مقاصد مسألة الوعد الملزم وحاجات مؤسسات المالية الإسلامية لها في العديد من معاملاتها وعقودها. أما الفصل الثاني فخصصته لمسألة التزام بالتبرع في التأمين التكافلي، وذلك بالوقوف عند حقيقة التأمين التكافلي ومشروعيته، ثم التصدي لعناصره وعلاقاته التعاقدية، ثم تناول مسألة التزام بالتبرع باعتباره التكييف الشرعي الذي اختاره المشرع في المشرق. أما في المغرب فقد حدد بأن التزام في التبرع يكون في حدود الضرر فقط، كما هو واضح وكما هو مدون في هذا الدراسة في البحث بين أيديكم. وفي هذا كله كانوا مستندين على ما نجده من اختيارات فقهية واجتهادات نوازلية في تراث المالكية تؤكد بالفعل مصداقية هذه المسألة كما تم بيانه في ثنايا هذه الدراسة. ثم الفصل الثالث الذي خصصته لمسألة خلط أموال المضاربة التي انفرض بها المالكية، ذلكم أن المسألة لها دور كبير في تنمية عمل المؤسسات المالية التشاركية نظرا لما تحققه من رواج اقتصادي واستثمار جماعي، بحيث تم الوقوف عند مفهوم المضاربة في كل من الفقه الإسلامي والقانون البنكي، مع التأكيد على دور الفقه المالكي للحكم بمشروع مسألة خلط أموال المضاربة باعتبارها من أهم المسائل التي تعتمدها البنوك التشاركية في هذا العقد، ثم بيان الصورة التطبيقية لهذه المسألة بناء على الرأي بالمطابقة الصادر بشأن عقد المضاربة وما ورد في الجريدة الرسمية بهذا الشأن. أما الفصل الرابع من هذه الدراسة فتناولت مسألة القبض وكيفياته في كل من عقدي السلم والمرابحة الآمر بالشراء، وذلك بإبراز خصوصيات الفقه المالكي للقبض في هذين العقدين، مع الإشارة لصور القبض المعاصرة للمبيعات باختلاف أنواعها، والتأكيد على قدرة الفقه المالكي على استيعاب مختلف هذه الصور المعاصر القبض ومدى مسايرته للمستجدات في باب المعاملات المالية المعاصرة. على أنه تم في الباب الثاني من هذه الدراسة الوقوف عند أهم أصول المالكية التي تم الاستناد عليها في تجويز تلك المسائل الأربع التي تم تناولها في الباب الأول من هذه الدراسة، وذلك بالتعريف بها وبجدواها في الاجتهاد الفقهي في باب المعاملات المعاصرة عموما وفي معاملات البنوك التشاركية خصوصا. كما أني استعنت بجملة من الدراسات السابقة كما هي واردة ضمن البحث حتى لا أطيل، كما أني قد صرحت في مقدمة البحث التي بين أيديكم بتلكم الدواعي والموضوعية والأسباب الذاتية التي دفعت بي لاقتحام غمار هذه الدراسة، فبينت أن الداعي الأساس الذي كان خلف ولوج معترك البحث في هذا الموضوع هو طبيعته المعرفية وراهنيته المستقبلية، وما وجدته من شبهات
تنعت الفقه الإسلامي بالجمود وعدم قدرته على مسايرة المستجدات المعاصرة في هذا المجال، حتى أنني ألمحت لوجود أناس من بني جلدتنا ينكرون كون الإسلام منهج حياة وأنه لا وجود لأي مالية إسلامية فضلا عن وجود اقتصاد إسلامي، فتشوفت لبيان دور الفقه المالكي فروعا وأصولا ومركزيته في المالية التشاركية خصوصا، علما أن هناك العديد من الاجتهادات المالكية الأخرى التي لم يتم إدراجها في هذه الدراسة. كما أكدت بأن استقراء المضال الفقهي عموما كفيل باستنباط العديد من العقود والمعاملات التي تلبي حاجات الناس في مختلف الأزمنة والأمكنة، فضلا عن أصالتها الشرعية وفاعلتها الاقتصادية. لقد تم في الحقيقة الاستعانة في هذه الدراسة بجملة من الدراسات السابقة التي وطأت السبل ومهد الطرق لبناء هذه الدراسة بناء مستندا لقواعد متينة وأسس رصينة، وإن كانت متفرقة بحيث نجد فيها إشارات لبعض أفكار البحث ومحتوياته، فضلا عن المصادر والمراجع التي تم الاستناد عليها لإبراز هذه المسائل ضمن هذه الدراسة. ومما ينبغي أن يعلم أنني على حد علمي لم أظفر بدراسة تناولت هذا الموضوع كما تم في هذا البحث بشكل مستقل، إلا ما وجدته في بعضها من توالي لبعض جزئياته أو دراسة عقد من العقود الموجودة في هذا البحث دون بيان خصوصيات المالكية في هذه الدراسات. أنتقل مباشرة ثم ختمت بخاتمة حيث أبرزت فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة، وأردفت ذلك بأهم المقترحات التي تبين بأنها جديرة بالاهتمام والرعاية. ومن أهم هذه النتائج هي واردة في ضمن الدراسة، لا أذكرها أمر عليها حتى لا نطيل. وفي الختام أقر بأن هذه الدراسة هي في الحقيقة هي محاولة جد متواضعة للإسهام في هذا الموضوع الذي يعد من المواضيع الحساسة نظرا لما يكتنفه من شبهات تثار بعلم وأحيانا أخرى بغير علم بعض الناس. ولا عمري في الحقيقة كم آسى من أناس المسلمين يسعون للتشكيك في هذه المؤسسات دون علم ولا دراية، في حين لا يألون جهدا ولا تكاد تسمع لهم ركزا أثناء التعامل مع البنوك التقليدية دون إنكار، رغم أنهم يعلمون أن هذه المؤسسات في الحقيقة هناك إجماع فقهي إلا من شد من بعض العلماء بأنها هذه الفوائد الربوية هي في الحقيقة هي الربا المحرم، كما نجد ذلك في كتاب محمد تاويل حيث قال فائدة البنكية هي الربا المحرم. وكما أني لا أدعي الإحاطة بهذا الموضوع في إشكالاته، وإنما هي لمحات في ثناياه ونفحات حول مسائله وقضاياه، ولا شك أنه تخللته عيوب ونقائص تقتضيها طبيعة العمل البشري المتصف بالنقص والخطأ. ويأبى الله سبحانه عز وجل أن يكون الكمال إلا له سبحانه، حيث يقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وعزائي في هذا القصور والنقص أن الله عز وجل قد من علي بلجنة علمية رائدة قد درسوا هذه الرسالة، ولا شك أنهم سيردون باطلها ويحلون عاطلها، فاسأل الله عز وجل التجاوز والستر الجميل. ولا يسعني في هذا المقام إلا أن أقول كما قال الأول، فإن أكو قد وفقت فيه فإنني من الله توفيقي ومنه النوائل، وإن أكو أخطأت فيه فأنا المخطئ الجاني أنا المتطاول. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فعلا كان توقعي صادقا وظني متيقن بأن الله عز وجل قد من علي بلجنة علمية رصينة لتصويب هذا البحث ورد عاطله وفك باطله. فكل ما أبدته اللجنة مع كامل الشكر والتقدير هو في الحقيقة ملاحظات وتوجيهات قمينة بالأخذ والعض عليها بالنواجد، وهي في الحقيقة تصويبات متنوعة كما تبين، تمزج بين ما هو علمي له علاقة بمضمون البحث ولغته وأخرى منهجية، ولا سيما في الجانب التوثيقي الذي أنا ألتمس أمامكم من جميع الأساتذة أن يمدوني بتلكم الملاحظات حتى أتعهد أمامكم بأن النساء لابد أن أضمنها ضمن هذه الدراسة حتى تخرج في حلة إن شاء الله عز وجل، وأشهدكم أنني سعيد جدا بهذه الدرر التي نطرتموها فيها حول هذا البحث ليتأنق بها ويتألق إن شاء الله عز وجل، وأني ملتزم التزاما كاملا على ضمها لهذه الرسالة العلمية في أقرب الآجال حتى تكون إن شاء الله عز وجل على الوجه الذي ينبغي أن تصير عليه. ولا يسعني في الأخير إلا أن أجدد شكري لأستاذي المفضل دكتور محمد المصلح الذي تعذر عليه ربما العودة على ما أظن، سأل الله عز وجل أن يبارك فيه وفي علمه، كما أجدد شكري للأستاذ المفضل سيدي عبد الحميد مسرار، سيدي بن عمر محمد، الأستاذ الفاضلة
الكريمة أستاذة نجاة المديوني على ما بذلوه في فحص هذه الرسالة وهذه الدراسة، والتي في الحقيقة يتحفوني بهذه التوجيهات وهذه الملاحظات التي أسأل الله عز وجل أن يوفقني لإدراجها. كما أشكر جميع الحاضرين الذين شاركوني هذا اللقاء من الأصدقاء الدراسة الذي يجمعنا صلة المودة والمحبة، وباقي الأصدقاء الذين يعني في لهم نعم العضود في المناصحة والمؤازرة والمساندة والمؤانسة جميعا كما لا يخفى على شريف علمكم. كما أنا قد أخرت الشكر لفضيلة الوالدة الحاجة، صلى الله عز وجل أن يبارك في عمرها وأن يجعلها في أعلى الجنان، وأن يتغمد والدنا رحمة الله عليه وأن يجعل هذا العام إن شاء الله في ميزان حسناته كذلك. كما لا يفوتني أن أقدم شكري للأخوات جميعا إن شاء الله وجميع الحاضرين ساب إن شاء الله الحاج رمضان السيد ياس وكلهم باسمه وجميل واسمه. كما أشكر جميع الحاضرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قرار أعضاء لجنة المناقشة لنتيجة مناقشة الطالب الباحث هلال نبيل في موضوع اجتهادات المالكية في المالية التشاركية مسائل والمالج. بعد إجراء المناقشة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 والنصف، وذلك يوم الجمعة 31 مايو 2024 بقاعة استماعات بمقر الكلية، اختلت لجنة المناقشة برئاسة الأستاذ محمد بن عمر للمداولة. وبعد المداولة فإن اللجنة العلمية المكونة من السادة الأساتذة الدكتور محمد بن عمر أستاذ التعليم العالي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين وجدة رئيسا ومقررا، الدكتور مسلم الحميد أستاذ مؤهل كلية الأدب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا، الدكتورة المديوني نجاة أستاذة مؤهلة كلية الأدب والعلوم الإنسانية وجدة مقررا، الدكتور المصلح محمد أستاذ التعليم العالي كلية الأدب والعلوم الإنسانية وجدة مشرفا. بعد المداولة قررت اللجنة العلمية منح الطالب هلال نبيل الدكتورة في الأدب والعلوم الإنسانية تكوين الدكتورة العمل الاجتماعي في الإسلام والتطبيقات المعاصرة تخصص الفقه والأصول بميزة مشرف جدا، مع توصية على تنويه اللجنة العلمية بجهود الباحث طالب. وشكرا لكم.